الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أقدم في هذا المقطع إجابة على أسئلة تردني حول الفرق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، أو ما يسمى مايكرو إيكونومكس وماكرو إيكونومكس. الاقتصاد الجزئي نتعامل مع جزئيات اللاعبين في الاقتصاد، المستهلكين، المنتجين، وسلعة معينة وسوق لهذه السلعة. كأن نقول الآن بأن المستهلك الفلاني أو مجموعة المستهلكين الذين يرغبون بشراء سلعة التفاح، والتفاح طبعا هنا سلعة متجانسة، أو الذين يرغبون بشراء سيارات المرسيدس من نوع 200 اي اكس فقط بصرف النظر عن اللون. أي بمعنى آخر، السلعة هنا متجانسة من حيث النوع، لكن ربما شكلها ولونها هذا لا يؤثر على ذلك. وبالنسبة للمنتج الآن، هو ينتج سلعة معينة، وطبعا سلعة بمواصفات متجانسة. المستهلك، من جهة المستهلك، يحاول أن يعظم المنفعة أو الإشباع المستمد من استهلاكه للسلعة، خضوعا لقيد السعر، سعرها والدخل المفروض عليه. أما المنتج من جهة أخرى، فهو يحاول أن يعظم أرباح بيعه لهذه السلعة مع تقليل التكاليف. هذا الاقتصاد الجزئي من جهة، دائما وأبدا نبحث عن ما يسمى optimization أو الحالة المثلى، كأن نقول أعظم منفعة بأقل الأسعار، أو أعظم الأرباح بأقل التكاليف. هذا هو الاقتصاد الجزئي. أما الاقتصاد الكلي فنتعامل مع لاعبين بيكونوا على شكل مجموعات. المستهلكون هذا جزء من الاقتصاد، يعني المستهلكين في هذه الحالة هم كل من يقبل على شراء السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، كأن نقول المعمرة الثلاجات البيتية، الغسالات البيتية، الأثاث المنزلي على سبيل المثال، الملابس الشخصية. أما السلع غير المعمرة كالطعام والشراب، الفاكهة وما شابه على سبيل المثال. نتعامل مع مجموع المستثمرين الآن كوحدة واحدة، الاستثمار في الاقتصاد، الحكومة من جهة لأنها فاعل رئيسي في الاقتصاد، المصدرين، المستوردين. نبحث طبعا عن حالات التوازن، على سبيل المثال ما هو الدخل الواجب توفره حتى يغطي فقط الاستهلاك. إذا قام المستثمرون بزيادة استثماراتهم، كيف تؤثر هذه الزيادة على الدخل الوطني؟ فنتحدث عن عموميات كبيرة، لكن ملخصها يمكن القول عنه بأنه نبحث عن التوازن بين الدخل والاستهلاك، التوازن بين الادخار والاستثمار، التوازن بين الصادرات والمستوردات. إذا كان عندي الصادرات أكثر من المستوردات أو العكس، ففي عندي ميزان تجاري إما موجب، إشارته موجبة أو إشارته سالبة. فبالاقتصاد الكلي نبحث عن التوازن، إكوليبريم، التوازن بين كميات كبيرة من جهة، بسوق العمل بشكل عام. هذا جزء من الاقتصاد الكلي. ما يعني الآن الاقتصاد الجزئي نتعامل فقط مع مستهلكين، كل مستهلك الآن يريد أن يعظم منفعته بأقل سعر، بأقل كلفة معينة، في حين أن المنتج يبحث عن أعظم ربح ممكن بأقل كلفة معينة أو ممكنة. ما يعني الآن نبحث عن الحالة المثلى في الاقتصاد الجزئي. أما الاقتصاد الكلي فنبحث عن التوازن بين المتغيرات الكلية كالاستهلاك والاستثمار، نفقات الحكومة، الصادرات، المستوردات، وهكذا. أرجو أن أكون قد أجبت على السؤال الذي يطرحه الأحبة الطلبة والمتابعين هذه القناة التعليمية. وإلى مقطع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.